مساء الخير، شخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن حساب الحمل بالاسابيع وبالاشهر، تمام؟ يعني لما يقولوا لي انا 18 اسبوع، يعني انا باي شهر؟ لما يقولوا لي مثلا 36 اسبوع، انا باي شهر؟ انا متى ادخل شهري؟ انا متى ادخل شهر الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا، تمام؟ لكن في البداية خلونا نتفق على شيء مرة مهم. اول شيء انه الحمل 9 اشهر، اتفقنا؟ نتفق انه الشهر ايش؟ 4 اسابيع، اتفقنا؟ هذه اول حاجة راح نتفق عليها. حنا حساب الحمل كامل كم؟ 40 اسبوع. 40 اسبوع عبارة عن 10 اشهر وليس 9 اشهر، تمام؟ فكيف نحسب حملنا صح بالضبط وبالدقة؟ شفتوا قبل، لما حريم قبل، يعني ايش كانوا يقولون؟ بنات، في مثل قبل عند حريم قبل، ايش كانوا يقولون؟ شهر اللي جاء فيه الدورة لا تحسبينه، تمام؟ يعني احذفي شهر وابدي من الشهر اللي بعده، هذا الشهر الاول للحمل، تمام؟ طب احنا طبيا ايش نقول؟ نقول اول 4 اسابيع ما تحسب من ضمن عمر الجنين، لكن تحسب من ضمن الحمل، تمام؟ الحمل كم؟ 40 اسبوع. فلما انا اعدي اول 4 اسابيع، فانا عديت 4 اسابيع من عمر الحمل نفسه وليس من عمر الجنين، تمام؟ يعني اول اسبوع ما في بيبي اصلا، ما تكون. احنا نحسب من اول يوم في الدورة. اول يوم في الدورة اول شيء عندك دورة، وبعدها تبويض، وبعدها تلقيح، فلسه ما في بيبي اصلا. فما احسب اول شهر من اول يوم دورة انه انا عديت شهر واحد وخلصت الشهر الاول من الحمل وانا بادي الشهر الثاني، الحسبة هذه غلط، تمام؟ طيب كيف نحسب؟ شوفوا يا بنات، اليوم الاول للدورة، اول يوم دورة، تمام؟ هذا حيكون على اساسه نحسب 40 اسبوع حقة الحمل، ونشوف متى اليوم المتوقع للولادة على حساب اول يوم دورة، تمام؟ طيب نجي الدورة اللي بعدها. طيب الدورة اللي بعدها هي اللي ما جت فيها الدورة، واكتشفتي انه انت حامل، فهذا الوقت تحسبين اول شهر، تمام؟ فاحنا ايش نقول؟ من 1 الى 4، هذا ايش؟ يعني عديتي اربع اسابيع من عمر الحمل نفسه وليس الجنين، تمام؟ يعني لما انا اصير 4 اسابيع وتوها طافت الدورة وحللت طلعت حامل، ما اقول انا لي شهر حامل، لا، انا اقول لي 4 اسابيع من الحمل بس مو الجنين. فزي ما اتفقنا من 1 الى 4 انا تميت 4 اسابيع من الحمل. طيب بعدين من 4 الى 8 اسابيع انا تميت الاسبوع الثاني، ولكن ابدا هنا عمر الجنين، انا في الشهر الاول، يعني البيبي حقي عمره شهر، فهمتوا؟ طيب من 8 الى 12، زين، البيبي ايش؟ الحين دخل الشهر الثاني، يعني لما اصير انا 8 اسابيع، يعني انا بداية الشهر الثاني، توني داخل الشهر الثاني، اكمل شهر، لانه اتفقنا انه الشهر عبارة عن 4 اسابيع، ما ينفع اقول شهر 5 اسابيع او 6 اسابيع، تمام؟ بعدين اقول من 12 الى 16 حيكون ايش؟ الشهر الثالث، تمام؟ بعدين من 16 الى 19 الشهر الرابع. طبعا هذا الشهر الرابع من عمر نرجع مرة ثانية بنات، هذا عبارة عن من اول يوم دورة الى 40 اسبوع، هذا الحمل كامل وليس عمر البيبي، تمام؟ يعني من 1 الى 4 ما اقول انا عمر البيبي حقي شهر، لا، نبدا من 4، تمام؟ من 4 هنا في دورة تبويض تلقيح، فلسه ما في جنين، اوكي؟ طيب من 4 الى 8 اسابيع انا بديت الشهر الاول، من 8 اسابيع انا دخلت الشهر الثاني، 12 اسبوع انا دخلت الشهر الثالث مو خلصت الثالث، اغلبكم فاهم غلط، 16 انا دخلت الشهر الرابع، 20 اسبوع انا دخلت الشهر الخامس، 24 اسبوع انا دخلت الشهر السادس، 28 اسبوع انا دخلت الشهر السابع،
30 أسبوع أنا دخلت الشهر الثامن، 36 أسبوع أنا دخلت التاسع، هنا أكون دخلت شهري. تمام، فهمتوا بنات؟ فإحنا عندنا عمر الحمل 40 أسبوع، بينما الجنين نفسه يعني الحمل بشكل عام إحنا عارفين إنه إيش 9 أشهر. تمام، فكيف نحسب 9 أشهر؟ أول شهر من أو من نزول الدورة، أول شهر هذا ما أحسبه، ما أحسبه بيبي، فهمتوا؟ ولكن يحسب من أسابيع الحمل 40. تمام، فأنا من 4 أسابيع أبدأ أحسب لنفسي إني أنا صار عندي جنين، وبدأ عمر البيبي يصير 4 أسابيع، يعني دخل الشهر الأول 8، دخل الشهر الثاني، وهكذا. يعني أمس جاني سؤال، واحدة قالت أنا 11 أسبوع أي شهر؟ قلت لها أنت آخر أسبوع في الشهر الثاني. تمام، أغلبكم قالوا لا يا دكتورة كيف هذا الشهر الثالث، ما أعرف إيش. لا، الثالث ندخلك في 12 أسبوع، وهكذا. مثلا 18 أسبوع قلت لها أنت نص الرابع، قال بنات كيف نص الخامس مو نص الرابع؟ فهمتوا الحين الحسبة كيف؟ أول 4 أسابيع ما أحسبها زي حريم قبل، كانوا يقولون أول 4، يعني مو كل شيء قبل غلط، لا، في كثير أشياء صحيحة. كان إيش كان كيف كان الحريم يحسبن؟ يقول الدورة اللي يعني شهرت اللي جاه في الدورة لا تحسبينه، احسبي من الشهر اللي بعده، وحسبتهم صحيحة. تمام، فعشان كذا حبيت إني أوضح اللبس اللي صار. كثير منكم مو عارفين حساب الأسابيع، يعني 12 أسبوع أنا أي شهر، 8 أسابيع أنا أي شهر، 36 أسبوع أنا أي شهر، فهمتوا؟ فهذه الحسبة راح توريكم أنت بالضبط في أي شهر من عمر البيبي. يعني البيبي حين عمره شهرين، عمره 3 شهور، عمره 4 شهور، زي كذا. تمام، راح أصور لكم هذه الصورة وأخليها لكم عشان كل وحدة تشوف هي في أي أسبوع تعرف إن هي، يعني مثلا هي مثلا 10 أسابيع تعرف إنها لسه هي بالشهر الثاني، هي مثلا هنا تعرف إنها هي لسه في الشهر الرابع، وهكذا. تمام، شوفوا بنات، غالبا من تقريبا 6 أسابيع مو 4، 6 تقريبا الى 12 اسبوع هذه فترة الوحم. اوكي، هنا الشهر الرابع غالبا 16 اسبوع يبان فيه جنس الجنين. تمام، من 20 اسبوع ابدا احس حركة البيبي، عرفتوا كيف؟ 24 اسبوع انا دخلت الشهر السادس، وهي المرحلة اللي فيها البيبي يعيش لا سمح الله، لو قبل يعتبر اجهاض، لو بعد يعتبر ولادة، يصير في ولادة مبكرة لو لا سمح الله ولدنا قبل ايش 36 اسبوع. 36 تعتبرين دخلت التاسع، فما عندك مشكلة لو جت ولادة من ربي ما تقطعينها ولا تمنعينها، هنا ايوه نمنعها، يعني نحاول نوقف الولادة عشان ما يصير ولادة مبكرة، من 36 اسبوع فوق عادي ما في مشكلة. تمام، طبعا ليش قلت لكم 36 اسبوع اذا جتك ولاده من ربي لا توقفينها، او احنا بالمستشفى ما حنوقفها بالعادي، حتولدي بالعكس يعني راح نولدك ما في مشكله، بينما قبل لا ما حنولد، نحاول نوقف الولاده زين. لكن ايش اللي انا اقصد لو جت ولاده من الله؟ يعني انه احنا ما نولدك على 36 اسبوع، 36 يعتبر لسه بدري، البيبي لسه ما اكتمل نمو رئتينا 100%، فهمتوا؟ في بيبيات ايوه يطلعون مره كويسين وممتازين ما عندهم مشكله 36 اسبوع، ولكن في بعض البيبيات ما يتحملون انهم يطلعون في هذه الفتره. عشان كذا اللي تقولي دكتوره عادي اسوي تحريض اول التاسع، لا مو عادي، التحريض من نص التاسع 38 39 40، هذه ايوه نحرض، لكن قبل لا، ما حنسوي تحريض ولا طلق صناعي ولا اي شيء الا اذا في سبب، اوكي، او اذا جاتك ولاده من ربي. كذا نكون بنات خلصنا موضوع حساب الحمل بالأشهر والأسابيع، هذه أدق طريقة والطريقة الصحيحة اللي أنتم ممكن تمشون عليها في حساب الحمل بإذن الله تعالى. طبقوها على أنفسكم وشوفوا أنتم بأي شهر.